كنت عايشه انا وجوزي واولادي. جوزي مات لي 15 سنه وقاعده انا وابني وبنتي اللي ورا ست اللي قلت لك على اللي جوه دي، واللي ده قاعده فيها انا وابني. يعني طب بالنسبة صعبة، بس احنا هنعمل ايه؟ كل حاجة غالية، مفيش قرش جاي من بره، يوم اشتغل بالأجرة بالفاس ويوم مفيش.